برضو قافلين تليفوناتهم. وبعدين بقى ربي في القلق اللي احنا فيه ده. انا كمان بدأت اقلق، هيكونوا راحوا فين؟ ده حتى الفرن تحت مقفول، هو مش شغال ولا ايه؟ هو ده بقى اللي قلقني اكتر بصراحة. طب ما حدش فيكم معاه رقم الواد شحتة نكلمه صح نسأله عنهم؟ انا معايا رقم. طب تكلميه، اكيد عارف بابا وماما فين. قافل تليفونه هو كمان. طب ما تكلمه الواد حليمه. اه فكرة. ما تكلميه. طب يا أمينة كده تشوفي حليمه فين، يمكن يكون عارف حاجة. كلمته وانا راجعة في الطريق، قافل تليفونه هو كمان. طب ممكن بقى ننزل تحت نسأل عند عمته روحية، يمكن تكون عندها خبر. احسن برضه. اه بنت. طب نكلمها احسن على الموبايل. ايوه يا ابتسام. ايه يا حبيبتي، خير؟ ماما وبابا مش لاقياهم ازاي؟ هما مش في شقتهم؟ الفرن؟ لا والله يا بنتي ما خدتش بالي وانا معديه، اصل انا رحت دلوقتي لبنتي. اه حنان وصلت بالسلامه امبارح من شهر العسل، قلت اطمن عليها. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، انا مش هقعد كتير، هطلع لكم عشان اعرف ايه الحكايه. خلاص بلاش قلق بقى، خير ان شاء الله يا حبيبتي. طيب مع الف سلامه. ايه يا ماما، في ايه؟ ايه الحكايه؟ ابتسام قلقانه قوي على ابوها وامها، مش عارفه هما فين، مش لاقيه. حاجه تقلق فعلا. طب خالي وفي لبنان مع صافيه، انما بقى مرات خالي راحت فين؟ اه يا خوفي. اه يا خوفي من مرات خالك، لا تكون شمت خبر وسافرت وراهم تبقى مصيبه. طيب يا طنط، ما تكلمي الاستاذ حنفي في لبنان عشان نعرف ايه الحكايه ونطمن البنات. والله لك حق يا هشام، ولو اني كلمته اكتر من مره موبايله مقفول. طب جربي تاني يا ماما، ان شاء الله هيبقى مفتوح، لحسن انا فعلا قلقت قوي على بنات خالي. ماشي نجرب تاني. ثانية واحدة بعد إذنك. كيداهم عشان خاطري. إيه يا حبيب كيداهم، يا روح قلبي كيداهم. لما نرجع البيت مفيش داعي تجيبي سيرة البنات على موضوع جوازي. طبعا يا حبيبي سرك كبير يا حنفي، أنا أقدر، ده أنت أبو بناتي. ربنا يخليكي، وأنا الصبح لما أرجع إن شاء الله هقول لهم إن أنا كنت مسافر ألف سفرية وخلاص. براحتك يا حبيبي، يوم 12 مش مشكلة، المهم إنك هترجع لي. مدام بتاعتي. ايوه يور وايف. ايوه ثانك يو. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. ثانك يو فيري ماتش. ايوه ايوه حبيبتي. ايوه تعالى هنا. نعم. ايه الحركات دي؟ انت كنت بتقولها ايه هناك؟ مفيش حبيبتي، كنت اقولها مفيش داعي تجيب سيره للبنات لغايه الجو ما يهدى شويه. نعم نعم يا سي حنفي، ليه؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط ولا هو من حق اي حد انه يتكلم؟ وبعدين انت يعني بيهمك؟ انت شايفه كده؟ طبعا. ايوه طبعا. لا مؤاخذه حظبتي، المدام بتاعتي وانا جوزها وجوزي اللي مشيت. شكرا. اتفضلي. يلا يا حنفي. يا حبيبتي يا ماما، يا ترى انت فين يا حبيبتي؟ يا حبيبي يا بابا، يا ترى انت فين يا نور عينيا؟ يا ترى عايشين ولا ميتين؟ جعانين ولا شبعانين؟ وحتى وانت بتعيطي همك على بطنك وعلى الاكل؟ معلش اختي بسحب عليك يا شر عليا ان شاء الله. هو امال انتوا فين يا ماما؟ بقالكم كتير قوي لا بتردوا على التليفون ولا مدينا اي خبر عنكم ولا كلمتونا ولا عبرتونا يا ماما. يا ماما هو ما جرى له حاجه ولا ايه؟ زي القرد. اي خدمه تانية يا هانم؟ شكرا يا عم ربيع، خد الباب في ايدك. تحت امرك يا هانم. هو بابا ما جاش معاكي ليه يا ماما؟ ليه ما في ايه؟ يا ماما تتكلمي ساكته ليه؟ وقعتي قلبنا. في ايه بابا؟ فين؟ ماما وقعتي قلبنا، اتكلمي. ابوكوا اتجوز عليا.